عنده كمثل أعلى؟ يعني أنا زعيم في تلك الفترة. يعني أنا مثلاً تأثيري بعبد الناصر في ذلك الوقت، قيادات مصرية كانت عندنا في اليمن، عسكرية فادة كانت في اليمن، الواحد يشوف أدائهم العسكري ويعجبهم ويحاول الإنسان يكون بمثابة هؤلاء القيادات المبرزة. طيب، جانب من العمل السياسي في حمد الرئيس هو عمل إداري، ومعروف أنه حضرتك ما بتحب تقعد على مكتب أبدا. أنا أتابع من الحديقة، من مكتبي، من سيارتي، من أي مكان أتابع أعمال الذي تخصني في اليوم، أعمالي الإدارية اليومية. تشعر بأنك يعني كثير الحيوية والنشاط؟ أنا أشعر بالحيوية، أنا يعجبني. أنا أخذت يعني في الخميس والجمعة، وذلك لا لأن أنا أحب القتل، ولكن للالتقاء ببعض الشخصيات. من الشخصيات التي يعني الذي يخصهم العمل؟ مثلا نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس النواب، رئيس المجلس الاستشاري، الذي يهمنا في هذا الأمر، الدفاع من أوقات لآخر، الداخلية، الأجهزة المختصة.